شوف شوف يا ابو مريم استرها علينا يا رب. احنا اتملينا غباء اسفين ونقص وجن ومصلحة وانفاء وبقينا ليه بنحب نقطع الأرزاق. الرزق مش على حد الرزق على الخلاق. صحبة الشر علي في ايديك بصين وعيون تليل وقار هيا صبوك نصين ما فيهمش راجل حر يطلع جدع ويأمين على الطواق بالتلاتة يا شرع عباس انت هتش مولدت مياعي انت عم وش يا الشاش المكنة طلعت قماش يا الشاش جمهورية الدوية الوسطى بتقول الأشاش اللي ما بيهداش. أنا عايز أسمع منك الربابة بالشكل الحنين. طب نكمل النجمة اللي معانا عالم صاحب الشر. بص يا نجم بص أبو الرجالة أنا هما كلمتين بقولهم في أي مكان أنا وأنت شجرة أناناس ومستعد يا سيد أبو الرجالة أقول لك بحبك قدام كل الناس وأنا يا أبو الأشائيش بقول لك أنا وأنت شجرة تفاح وإن شاء الله بالنجاح لنجاح لنجاح لنجاح. أبو الرجالة قول يا نجم مصر ولو بتسمع وتحس هتعرف إن هشام عباس واحد بس قول من قلبك من أهو. عالم صاحب الشر علي في ايديك بصين وعيون مليها الارض ايوه سموك نصين ما فيهمش راجل حر يا صاحب يطلع جدع ويمين وازاي اكون بس يكمل الناقصين دول ناس ولا التعبير ما بيفهموش في اصول زرعت خير فدانين حرقوا لك المحصول وما تمشي مين يمشوا شمالك
بيحمدوش ربنا هيروحوا منه لفين، وتلاقي واحد حلو وتلاقي واحد حلو قصاد كتير وحشين. الله يا يما اللي بيحبوا السادة والرجالة قالوا لي يا مسكينة يا عم هذا كله مسكينة.